طيب يعني دونجو فيرست اوف اول اي وود لايك تو سي ويلكم ان اهلي كلوب اند وي ار فيري هابي ذات يو ار ويز اس از وان فاميلي ناو افتر وان سيزون وان يير ويز الاهلي تيم هاو دو يو فيل هاو دو يو ثينك الحمد لله I'm so happy to come to Ali Club because when before when you come I don't have the club before 2 months and Eshan Marwaid called me in France tell me Dodo come to Egypt I have the big club in the famous club it's my club when I play in children really yes go I want to play with this team she needs you I say okay but I don't know the Egyptian people. I don't know Egyptian country. And now I tell my husband, you can go. I say yes. I will stay here. Okay, go. And after when you come, all the girls, the staff, all the club for me, the football, handball, basketball. It's your brothers. Yes. And sisters. It's the very amazing people. Really, I'm so happy to play with Ali 1.5 years. خلينا ترجم لحضراتكم هي قالت ايه انا قلت لها بعد موسم لعبتيه في النادي الاهلي وتقريبا سنه كامله حاسه بايه او يعني شعرت بايه بعد الموسم ده هي قالت طبعا في البدايه انا كنت سعيده جدا ان انا انضميت للنادي الاهلي انا قعدت شهرين قبل ما اجي النادي الاهلي ما كنتش مشتركه في احد الانديه وبعد كده نصرة بالمناسبه انت اللي كلمتيها الاول انا بعت لها وكانت كابتن كان قال لي اني اكلم مروه يعني تساله يعني يسالها على دودو وكده فمروه طلعت ايوه لازم نوضح مروه عيد عبد الملك نجمتنا المحترفه في فرنسا اختك كلمتيها سالتيها على دودو قلت لها ان دودو كابتن قال لي ان انا اسالك 1 2 3 فقالت لي طبعا فهي ومروه والكابتن تواصلوا مع بعض ويعني دودو جت على طول يعني تمام فهي هي قالت نصر كلمتني شفتوا هنا اللي عايز اوريكم ان احنا اسره واحده كابتن الفريق بتتكلم وبتعرف وبتبلغ كابتن محمد عادل زوله بيبتدي المفاوضات الرسميه هو ده النادي الاهلي احنا اسره واحده وعيله واحده قلت قالت لي هي طبعا انا طبعا حاسه ان كل الفرق الموجوده اخواتي او يعني سواء الهاند بول سواء الباسكت بول سواء الكوره حتى وقالت ان هي قالت لجوزها طبعا لان احنا يعني هي يعني اتجوزت اثناء الموسم قالت لجوزها لا سيبني بقى انا هقعد في مصر انا مش ماشيه فهي الحقيقه قالت انها سعيده جدا جدا يعني بوجودها في مصر وان هي نفسها تقعد مع النادي الاهلي مع هذا النادي الكبير دونجو تلمي يعني you are one family you play you stay together almost of the day yes. during the practice you stay in the club together tell me the family feeling with each other tell me about this part it's my family here in Egypt because I don't have any people any family in no Egypt. But you have fans we saw some yes, fans in the you gym have a lot of fans this I really I'm so proud of you because I'm proud of this because Ali fan and all the people when you see me outside Dudu Salimi all the time and I'm so happy the girl is so It's very kind all the time. She need anything. She need yes. this. And of course, you know that Egyptian people yes. loves so much Senegal people. Yes, yes. Ali Odiang, you know Ali Odiang, our professional yes, player in yes. football. So I'm sure that our fans like you so much and love you so much. And tell me about the support from the fans. Some fans send you on the social media and they put your photos. Tell me about this yes, support. Yes, all the time after the game, you have a lot of people sending me the message. I'm very happy because when I play in France, it's not the same. It's not yes, the same. Yes, now, yes. you have a lot of fans. It's, yes, sure. And really we are very happy too. Yes. And we would like you to stay with us forever. أنا سألتها يعني إن هي طبعا الفرقة عبارة عن عيلة واحدة وده اللي حسيته من كل كباتن اللي قاعدين معايا كلميني عندها قالت لي لا أنا حاسة إن هي عيلتي وإن أنا حتى لما بخرج في الشارع كل الجمهور بيشنادي لي دودو طبعا هي اسم الدلع دودو ويعني اسمحي لي يعني إن أنا أقول لها دودو بعد كده فكل الجمهور بينادي لها وأصبحت معروفة سألتها طبعا قلت لها إن إحنا بنحب السنغاليين بطبيعتنا وقلت لها على إليو ديانج لاعبنا في كرة القدم قالت لي أيوه إليو ديانج وأنا
سعيده جدا بوجودي هنا، وانا قلت لها بالطبع احنا سعداء بيها وعايزين تقعد معانا فور ايفر يعني اخر ما تبطل يعني هاند بول تكون معانا، لان اللاعب اللي بيخش المحترف اللي بيخش جوه الفريق الحقيقه ده بيبقى عمله نادره وبيقدر يدي اد فاليو للفريق.